يفرح الآباء بتخرج أبنائهم من الجامعة، كيف لا وهو مشوار طويل على مدار سنوات، وتكلله بالنجاح يعني نجاحا لجميع من ساعدوا ذلك الطالب. الداعية الإسلامي عمرو خالد عبر عن فرحته بتخرج ابنه من الجامعة، وعلى الرغم من تهنئة الكثيرين له إلا أن آخرين انتقدوه بشدة وصلت لحد الهجوم. ولكن ما السبب؟ مشاهدينا، منذ أمس أصبح اسم عمرو خالد متداولا على وسائل التواصل، وذلك بعد نشره فيديو له مع ابنه علي خلال حفل تخرجه من جامعة سيتي في العاصمة البريطانية لندن. الداعية عبر في الفيديو عن سعادته وفخره بابنه. لحظة من أجمل لحظات حياتي، النهاردة علي ابني تخرج من الجامعة من سيتي يونيفرسيتي في لندن. ألف مبروك علي، ألف مبروك يا حبيبي. أنا حبيت أشارككم فرحتي، لأن أنتوا لا تتخيلوا مشاعر جديدة عليا أول مرة أمر بيها. ابني تخرج من الجامعة وافتكرت وأنا في مسجد الحصري زمان بدعي يا رب ارزقني ذرية صالحة، وربنا استجاب الدعاء يوم عرفة، وكان علي وكان هو بقول له أنت يا ابني معجزة، أنت جيت بدعاء في يوم عرفة ولفت الأيام، والنهاردة علي بيتخرج من الجامعة طول عمره راجل وسندي، والنهاردة إن شاء الله يكون سندي أكتر. حفل تخرج علي ابن الداعية عمرو خالد حضره أفراد العائلة وأبدوا تشجيعهم له. هيا علي يا نجم كبير. وشارك عمرو خالد صور الحفل أيضا على صفحته على فيسبوك، وتلقى التهاني بعد نجاح ابنه الأول الذي جاء بعد حرمان سنوات من الذرية، وقد حقق الفيديو الذي انتشر ملايين المشاهدات. بعد نشر الفيديو بدأ التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك من وجد ما ينتقده في الفيديو وفي الخبر، فوجهت الانتقادات الواسعة لعمرو خالد بسبب إرسال ابنه للتعلم في الخارج في جامعات غربية، ليرد عليهم آخرون ويتوسع الجدل. وهذا جانب من التعليقات. عزة تقول: هو عمرو خالد ليه ما دخلش أولاده جامعة الأزهر؟ ولا هو أصلا كان في الأزهر؟ إنها تجارة الدين. أما تامر رؤوف فيقول: تخيل ده لو ابن قاضي أو ضابط أو رجل أعمال وطني أو أستاذ جامعة، كانوا هيقولوا إيه؟ لكن في حالة الأستاذ عمرو خالد يبقى إحنا مالنا يا أخي، ده لما مبارك تعالج برا في ألمانيا مسحوا فيه الأرض. عمرو بيومي يقول: إحنا عندنا مشايخ وعلماء بعدد شعر راس اللي بيتريقوا، إحنا محتاجين دكاترة ومهندسين بيتريقوا، وإحنا محتاجين دكاترة ومهندسين وناس متعلمة بجد، مش عيب إننا ندخل أولادنا جامعات مختلفة كبيرة عشان يكونوا علماء برضو لكن في مجالات مختلفة. أما الغامدي فيعلق أخيرا ويقول: من متى عمرو خالد كان يروج للجامعات الإسلامية؟ أنا أتابعه من أيام الطفولة، الرجل يعتبر متفتح. ما لا يعرفه البعض مشاهدينا هو أن عمرو خالد نفسه حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة ويلز في المملكة المتحدة، كما أنه مقيم في المملكة. اشتهر عمرو خالد ببرامجه الدعوية منذ أكثر من 20 عاما، وبدأ بدروسه الدعوية في عدة مساجد في القاهرة، ثم بدأ بإلقاء الدروس بالقنوات الفضائية ومن أشهرها قناة اقرأ، واجتذب من خلالها جميع الطبقات الاجتماعية وكذلك الشباب والفتيات. له برامج دعوية موجهة بصورة ملحوظة نحو الشباب. أيضا له موقع إلكتروني رسمي اشتهر بعد أن أصبح يرتاده كثيرون لنيل الثقافة الإسلامية في عدة قضايا وللإجابة على أسئلتهم، ويتابعه نحو 32 مليون متابع على صفحته على فيسبوك فقط. وأشهر برامجه على يوتيوب هو برنامج اسأل عمرو خالد، أما برامجه التلفزيونية فكثيرة، منها دعوة للتعايش، صناع الحياة، قصص القرآن، ونلقى الأحبة وغيرها. طبعا هذه ليست أول مرة يثير فيها عمرو خالد الجدل، بل كان ذلك في السابق أيضا عدة مرات.
خصوصا بعد ترويجه لشركة دجاج سعودية خلال برنامج في شهر رمضان، واعتذر الداعية حينها ودفعت الانتقادات الواسعة الشركة إلى حذف الإعلان من على صفحتها الرسمية على فيسبوك. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.